نقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في الروح الخضراء. في حلقة اليوم غادي نمشيو لمنطقة التحناوت ونتكلموا مع السيدات اللي ركبوا تجربة إنشاء تعاونية وتحدي إنتاج وتثمين المنتجات المجالية الخضراء. وفقرة فكرة خضراء غادي نتعرفوا على تطبيق رقمي أممي للعمل من أجل المناخ. وفي الختام نصيحة الأسبوع مع عند ضيفة حلقة اليوم. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكم دائما معنا عبر أصوات في الروح الخضراء. هذه الحلقة اللي غادي تكون بدايتها من جهة مراكش وبتجربة تعاونية محلية لإنتاج منتجات مجالية خضراء. خمس نسوة قرروا أنهم في خطوة شجاعة ينشؤوا تعاونية محلية في منطقة قروية متاخمة لمدينة مراكش بتأسيس تعاونية نسائية ألدين كتعني الأغصان باللغة العربية لإنتاج وتسويق زيت أرغان والزيوت العطرية وكذلك منتجات التجميل انطلاقا من مواد محلية طبيعية. واللي غادي تقربنا من هذا الموضوع هي عامري فاطمة، رئيسة تعاونية ألدين لتثمين المنتجات المجالية. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. عامري فاطمة، رئيسة تعاونية ألدين، مرحبا بك معنا عبر أصوات. شكرا سيدي، مرحبا. البداية معك، بغينا نتعرفوا على المشروع ديالكم. هذا المشروع ديال خمس نسوة يعني في خطوة شجاعة قررتوا أنكم ديروا واحد المشروع تعاوني لإنتاج منتجات مجالية. اليوم بغيتك تقربنا بعدا شنو هي التعاونية ألدين، علاش كتخدم، علاش قررتوا أنتم خمسة نساء ديروا هذا المشروع، وأيضا كيفاش رفعتوا هذا التحدي؟ ألدين اش كتعني بعدا؟ ألدين هي أغصان شجرة، هي واحد الغصن في الشجرة كيكون فيه التمر، بحال داك الغصن ديال التمر. وعلاش قررتوا نتوما خمس نساء ديروا هذا التعاونية؟ كنشوف في الصور ديالكم يعني منظمين بواحد الشكل محكم. أيضا على حسب ما عرفت أنكم خمس نساء موجزات، قررتوا أنكم عاود فاش بقاو تقلبوا على عمل ديروا مشروع محلي مجالي يتمن منتجات محلية. كيفاش بدات هذه التجربة هذه؟ كيفاش تلقيتوا؟ نعم، هذه التجربة حنا كلنا خدامين في نفس المجال، هذا المجال ديال أرغان. حنا التعاوني ديالنا مختصه في المنتوجات الفلاحيه، ودابا تخصصنا في واحد المنتوج واحد هو المنتوج ديال أرغان. دابا حنا كنا خدامين في المجال ديال أرغان في شركات ديال أرغان، هما شركات كاينين في المنطقه، كل ثلاثه البنات ولا جوج بنات كانوا خدامين فتحنا بالضبط، ماشي واحد ديال تاعنا، تاعنا بالضبط كنا خدامين به خير وعلى خير. ما فكرنا كاع نستقلوا بريوسنا، كنا خدامين الحمد لله. جات هاد الازمه ديال كورونا، حتى واحد ما عرفنا، حتى واحد ما تفكرنا ولا قال لنا كنتو خدامين عندي ولا هذا نهائيا، ولو غير تليفون يسول فيك الانسان، يعني توقف العمل بشكل نهائي. نهائي، لدرجه احنا كان عندنا دي زونغاجمون، ما صافي وقفنا صافي. دازت تقريبا، دازت حنا جلسنا في شهر 3 ديال 2020، جلسنا حتى تقريبا شهر 5 تجمعنا مع بعضياتنا، اتفقنا قلنا غنديروا شي حاجه مستقله ديالنا اللي غادي نخدموا فيها احنا ونخدموا النساء ديال المنطقه، يكون عمل تعاوني. فكرنا درنا تعاونيه ديالنا، قدينا الجمع ديالنا، اجتمعنا مع بعضياتنا، قدينا كاع المسائل القانونيه، وافقت لنا الدوله الحمد لله. كاينين ناس ما حتى واحد ما رضى في وجهنا، الحمد لله تعاونوا معنا وضمنوا معنا، صافي اسسنا التعاونيه وتجمعنا مع بعضياتنا وتخصصنا. دابا حنا درنا المنتوجات المجاليه اللي كاينه في المنطقه كلها، يعني كاينين اعشاب طبيه لان المنطقه غنيه بزاف، كاينين فيها زيت الزيتون، كاين اعشاب في الغابه اللي حنا ساكنين فيها في المنطقه، كاين غابه ضيره بها، كاين فيها الازير، كاين الزعتر، كاين الشيح، كاين اللويزه، الحمد لله المنطقه غنيه بالمنتوجات المجاليه. انتم كتكلموا على انكم نساء موجزات، يعني حاولتوا تخرجوا من الشكل القديم ديال عدد من الموجزين اللي كيطالبوا بعمل مثلا يعني من حقهم بشكل تقليدي. انتم قلتوا اجيون احنا كنساء نديروا هذا العمل ديالنا. التجربه كانت بسيطه في التكوين ديالها. بغيت هذا من خلال هذا السؤال، يعني عدد الناس اللي كيسمعوكم ربما يدريكم كمثال ايضا انكم تجمعوا وتقلبوا على الاوراق خاصه في منطقه التحناوت. جات عاديه، لان احنا اصلا الى عندك الرغبه والاراده غتوصل لواحد الحاجه. ماشي اي واحد موجز غيخدم مع الدوله غيقلب على عمل قار،
باش ممكن نكون انا مرتاحه في العمل ديالي الخاص احسن. نعم، المجال التعاوني هذا المجال الاخضر بالنسبه لكم اليوم هذا قرار محلي ديالكم باش تشتغلوا على منتجات محليه، ام انكم ركبتوا على واحد الموجه مثلا ديال ارغان اللي كما كنعرفوا كان واحد الطلب عليها كبير في العالم كله؟ عندنا تكوين بزاف ارغان، وعندنا كاينين احنا البنات كل وحده مختصه في واحد الحاجه، بحال معنا الاخت ديالنا كريمه عندها مع الاعشاب، يعني هي اصلا كانت ايسونس ديال الجغرافيا وهادشي ديال الاعشاب الطبيه وكل شيء. دابا احنا كل وحده بقات جمعنا كل الفكره، كل فكره عند عند مراه منا جمعناها ولقينا كلنا عندنا افكار متعدده، خاصنا غير نجمعوهم ونطبقوهم. اليوم هاد التجربه فين وصلت؟ الحمد لله الحمد لله. التأثير ديال كورونا التأثير ديال كورونا كان كبير على العمل ديالكم اليوم ايضا على المشروع ديالكم، واش كان التأثير ديال كورونا وهذه الفتره هذا ايضا كان كبير ولا لا؟ تحدينا ذاك التأثير، تحدينا لان احنا حلينا عز ازمه كورونا، لان احنا بدينا في شهر 6 ديال 2020 ورغم ذلك تحدينا الصعوبات. نعم، الاهتمام بالبيئه حتى هو يعني موجود وحاضر عندكم ام لا؟ نعم ضروري، ما كرهناش يكون التشجير ديال الارغان في المنطقه ديالنا، وما كرهناش يكونوا هكا حقول ديال الارغان، لان قالوا لي التجربه كانت في المنطقه ديال تكركوش ونجحات. وبغيتوا حتى نتوما الى خدمات يعني راه جيده جدا بالنسبه لكم، ما غيبقاش عندك واحد الصعوبه ديال الاستيراد ديال الماده الاوليه من نواحي ديال الصويره واكادير والنواحي ديال تارودات، غيكون عندك انت الماده الاوليه عندك موجوده في المنطقه. درتوا انتم شي خطوه في هذا الاتجاه؟ درتوا طلبات حاولتوا تحصلوا على؟ باقي حنايا اللي هضرتي معاك كيقول لنا كيقول لكم باقي تعاونيه جديده، على الاقل دوزوا واحد عامين، نحن الملف ديالنا حاطينه لهم وحاطينه في الاستثمار الفلاحي في مراكش، وما كرهناش المساعده لان احنا بدينا من جيبنا ماشي كانت عندنا شي مساعده ولا شي حاجه. هذا هو السؤال، يعني انتم حاولتوا توسعوا النشاط ديالكم بشكل شخصي ومبادره شخصيه؟ كاين اللي كل وحده اش دارت، كاين اللي بعت شي حاجه من دارها شي حاجه من المهم بعنا، تقاتلنا مع الوقت ما غاديش نكذبوا. نعم، النشاط ديالكم كيفاش يعني الاليات منين جبتوهم ايضا؟ كنخدموا لحد الان كنخدموا مانيولمون غير بيدينا. نعم، باغي نتوسعوا هذا النشاط هذا؟ ما كرهناش، هذاك هو الحلم ديالنا، نديروا لي ماشين ونوسعوا التعاونيه، وقد ما توسعت التعاونيه قد ما غنزيدوا نساء من المنطقه. نعم، انتم خمس نساء، هذا النشاط هذا كيحتاج ايضا نساء اخريات واش ضفتوا؟ نعم بزاف. عندكم منخرطين وسعتوا التجربة؟ لحد الآن يلا بدينا في المنخرطين، مني بدات كتحل الدنيا عينيها كما كنقولوا، يلا بدات الأزمة ديال كورونا كتنفرش شوية بشوية، بدينا كنزيدوا في المنخرطين. المنتجات ديالكم كتحترم المعايير البيئية، المعايير ديال السلامة الصحية؟ الحمد لله لحد الآن اشتغلتوا على هذا الأمر هذا؟ باقي ما درناش لي سيرتيفيكا، باقي ما تحكمش لنا كما كنقولوا، الا كان عندنا المدخول مزيان غادي نحاولوا نديروا هذا السيرتيفيكا وهذا الشيء، وانما الناس ديالنا اللي تقدموا من عندنا وداو المنتوجات ديالنا كلهم كيرجعوا عندنا. نعم، يعني با شهرين كيقول لك برافو عليكم منتوجاتكم لا يعلى عليها، لا من ناحيه التجميل لا من ناحيه الاكل. عامري فاطمه نذكر رئيسه التعاونيه الداين بتحناوت، بغيت نكمل معك حول سؤال التمويل اللي هو سؤال مهم دائما كنطرحوه في الحلقه. التمويل كيفاش انتم حليتوا هذه المعضله؟ تكلمتي انها بشكل شخصي اللي باع شي حاجه باعها، ولكن بشكل يعني منظم حاولتوا تلجؤوا للمؤسسات ديال التمويل كأبناك، كيفاش كتحاولوا تحلوا هذه المشكله لحد الان؟ لجئنا للمؤسسات ديال الأبناك باش ناخذوا واحد الدعم مالي، ولكن لقينا بان غدد عليك واحد النسبه واحد البورسونتاج، لان حنايا ناخذوه محتاجينه ماشي ما محتاجينوش، وانما خفنا في هذه الازمه ما نقدروش نسدوا الديون اللي علينا الابناك، طيحوا في واحد المشكل اللي ما غنقدروش عليه. وباقيين كتقلبوا على هذه التمويلات هذه؟ باقي كنقلبوا عليها. شكرا لك السيدة عامري فاطمة رئيسة التعاونية الداين من التحنوت، غادي نطلب منك تبقى معنا فقط لارجعوا معك نصيحة الأسبوع دائما في الروح الخضراء. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما الآن فوصلنا لفقرة فكرة خضراء، وفيها غادي نتكلموا اليوم على تطبيق رقمي أممي للعمل من أجل المناخ. الأمم المتحدة
أطلقت تطبيق رقمي سماته World، أي العالم، دعم لحملة Act Now لنعمل الآن لصالح مبادرة وطنية ضد تغير المناخ، وذلك للمساعدة على الحفاظ على مناخ صالح للعيش وتحقيق هدف خفض صافي انبعاثات غازات الدافئة إلى الصفر بحلول عام 2030. وكتشوف الأمم المتحدة أنه من خلال هذه المبادرة أن كل واحد منا يمكن أن يساعد في الحد من الاحترار العالمي والعناية بكوكبنا. وأضافت المنظمة الأممية أنه باتخاذ خيارات أقل تأثيراً على البيئة كيمكن لنا الإسهام في حل مشكلة تغير المناخ، مشيرة إلى أن حوالي ثلثي انبعاثات غازات الدافئة العالمية مرتبطة بالأنشطة البشرية. وكتقول أيضاً الأمم المتحدة أن قطاعات الطاقة والغذاء والنقل كتمثل كل منها حوالي 20% من الانبعاثات المتعلقة بنمط الحياة، مضيفة أنه بتغير نمط استعمال الكهرباء اللي كنستخدموها كيفاش كنتحركوا يمكن أننا نخلقوا الفرق. والمساهمة في مكافحة أزمة المناخ توصي الأمم المتحدة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والسلوكيات من قبيل توفير الطاقة في المنازل. وحسب منظمة الأمم المتحدة فإن التطبيق الرقمي غادي يسمح باختيار ومتابعة مجموعة من الإجراءات اليومية المستدامة ومعاينة انعكاساتها من حيث توفير الكربون والمياه والكهرباء. وتسجل في البداية حتى الآن 3,758,000 إجراء مناخي في جميع أنحاء العالم. كيمكن المستخدمين أيضا أنهم يشاركوا عن طريق المسارات التعليمية ويشاركوا في التحديات الجماعية ويحصلوا على المشورة ويجابوا على الاختبارات، وهذا بهدف العيش على نحو أكثر استدامة. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما الآن فوصلنا لفقرة نصيحة الأسبوع. نصيحة الأسبوع عند ضيفة حلقة اليوم عمري فاطمة رئيسة تعاونية ألداين. خمس فتيات قروا أنهم من نواحي التحنوت أنهم استثمروا في تعاون نسائية كتهتم بإنتاج وتسويق زيت أرغان والزيوت العطرية والمركبات والمستحضرات التجميلية وكذلك الأعشاب العطرية المجالية الخضراء. نصيحة الأسبوع إذن عند ضيفة حلقة اليوم اللي غادي نطرحوا عليها السؤال، كيفاش ممكن مستمعاتنا يستفدوا من تجربتكم ويديروا بحالكم؟ كنصح اي مرأة عندها فكرة طبقها، ما تخافش زيدوا قدام، لان كما قلتوا نجمعوا الوراق، يكون التضامن والاتحاد هو الاول والتفاهم. اول حاجة كنركز عليها هو التفاهم، يكونوا متفاهمين هاد النساء مع بعضياتهم وعندهم افكار مشتركة، هذا هو اللي غنركز عليه. اما من ناحية الوراق ولا من ناحية التأسيس ولا من ناحية لا نقد هاد الورقة ولا دي، كل شيء سهل، غير يتوكلوا على الله وتكون عندهم الارادة والعزيمة، عندهم واحد الفكرة اللي يتفاهموا مع بعضياتهم وتكون عندهم فكرة موحدة. هذه هي اللي أنا نصيحة مني للنساء، وكل شيء سهل. المشروع كيكون في البداية متفقة معهم كيكون المشروع صعيب، كتجيك واحد التخوف، وإنما من كتكونوا خمسة نساء ستة نساء واحدة كتشجع الأخرى وكيزيدوا القدم. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من الروح الخضراء. موعدنا كيتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. التزام دائم.